مرحبا بكم. تعد أسماك القرش أكثر الحيوانات البحرية مهابة في العالم، ويوجد 300 نوع من أسماك القرش في مياه المحيطات، بعضهم يتمتع بحجم لا يمكن تصديقه والذي فعلا سيسبب لك الرعب إذا رأيته. سنعرض عليكم اليوم أضخم 5 أسماك قرش في العالم. رقم 5، القرش الأبيض. القرش الأبيض نوع من الأسماك الغضروفية، ومما لا شك فيه أنه أكثر الأسماك التي يخشاها الجميع، وكذلك يعجب بشكلها على مر السنين، وذلك يرجع إلى حجمه الكبير وشكله المميز، وقد تم تصنيفه من أكبر الكائنات حجما في المحيط، إذ يبلغ طوله حوالي 7 أمتار. كما يعد القرش الأبيض من أكثر الحيوانات البحرية افتراسا على الإطلاق، ومن حسن الحظ أن الكائنات البشرية ليست طعامه المفضل، من الواضح أنها لا تروق له، ولكن طعامه الأساسي هو أكل لحوم الأسماك الكبيرة وكلب البحر وغيرها من الحيوانات المائية كبيرة الحجم. وعليه فإن عضته قوية جدا، يمكنها الفتك بأي شيء يدخل تحت فكه، ولا يبدأ في التهام فريسته إلا بعد أن يسيل منها الدم وتكون قد ماتت تماما. رقم 4، قرش جرينلاند. هذا النوع من أسماك القرش يعد من أكبر أسماك القرش على الإطلاق، يعيش على عمق أكثر من 2000 متر تحت سطح المحيط الأطلنطي، كما يبلغ طوله حوالي 7 أمتار. تشير الأبحاث والدراسات التي أجريت على هذا النوع من أسماك القرش إلى وجود بقايا خيول ودببة قطبية في معدته، كما يعد هذا الحيوان من أقدم الحيوانات على ظهر الأرض، فهو يعيش لأكثر من 400 سنة. وقد أكد الخبراء أن هذا النوع من أسماك القرش يصل إلى سن البلوغ عندما يكون عمره 150 عاما. رقم 3، القرش بيرغرينو. وجد مجموعة من الصيادين في كندا أكبر سمكة قرش من هذا النوع، وقد حطم الرقم القياسي في الحجم، إذ بلغ طوله 12 مترا، كما يتراوح طول هذا النوع من أسماك القرش بين 9 و11 مترا، وعلى عكس أسماك القرش الأخرى، فإن هذا النوع ليس لديه أسنان كبيرة الحجم كباقي الأنواع. شكله لافت جدا ويعوم بسرعة كبيرة، فضلا عن شكل فمه المفتوح دائما، والذي يسمح بتنقية ما يقرب من 2000 لتر من المياه، كما يسمح له أيضا أن ينقض ويبتلع أي سمكة يقابلها في طريقه. وعلى الرغم من حجمه الكبير، فإنه لا خوف منه على الإنسان، حتى أنهم من الممكن أن يسبحوا معا في مياه المحيط، فلا خوف منه، فهو عادة لا يهاجم الإنسان. رقم 2، القرش الحوت. هذا النوع من أسماك القرش هو أكبر الأنواع على الإطلاق. يشاع أن هذه الحيوانات مخلوقة من قبل 60 مليون سنة، أي قبل خلق الإنسان على سطح الأرض. يبلغ طوله 13 مترا ويبدأ وزنه من 15 طنا، هذا وقد يصل طوله أحيانا إلى 18 مترا. يمكن تمييز القرش الحوت سريعا، وذلك بسبب حجمه الكبير وشكله المميز ولونه الرمادي المميز وفكه الكبير الذي يضم أكثر من 300 سن، مما يمكنه من أكل كمية كبيرة من الأسماك الصغيرة في نفس الوقت. رقم 1، القرش ميغالودون. هذا القرش هو أكبر قرش في التاريخ، وهو أكثر الأسماك فتكا وافتراسا على سطح الأرض. فكه كبير جدا، حتى أنه يمكنه ابتلاع إنسان كامل مرة واحدة، ولقب على مدار ملايين السنين بأنه ملك البحار. يبلغ طول هذا النوع من أسماك القرش حوالي 20 مترا، كما يزن 30 طنا، ويحتوي فكه على أكثر من 270 سنا حادا، كما أن لديه قدرات حسية تمكنه من ضبط فريسته على بعد مئات الكيلومترات،
وقد أثبتت الدراسات والأبحاث البحرية أنه على الرغم من أن هذا النوع من أسماك القرش قد خلق قبل الإنسان بملايين السنين، فإنه ما زال موجودا في بحارنا ومحيطاتنا إلى يومنا هذا. والآن بعد أن تعرفت على هذه الأنواع من أسماك القرش، أيا منهم تريد أن تراه عن قرب، يسعدنا تلقي تعليقاتكم وآرائكم حول هذا الأمر. شكرا للمشاهدة، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لمشاهدة المزيد من الفيديوهات.